بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب نادر في حال الغيبة الحديث الثاني ذكرنا شطرا منه في الحلقه الماضيه حديث رواه عمار الساباطي عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يذكر الامام ان ثواب العمل في زمن الغيبه اكثر من ثواب العمل في زمن ظهور دوله الحق هذا المقطع الذي تلوناه في الحلقه الماضيه واما في هذه الحلقه فتتمت الحديث وهو مقطعان المقطع الاول يتضمن ذكر سبعه وجوه لأفضلية عمل المؤمنين في زمن الغيبة على عمل المؤمنين في زمن الحضور أو في زمن قيام دولة الحق بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هنا عمار الساباطي يسأل عن السبب والإمام يذكر هذه الوجوه السبعة قلت جعلت فداك قد والله رغبتني في العمل لان الامام حثه على العمل وبين افضليه العمل في قبل ظهور دوله الحق وبين تضاعف الثواب وحثثتني عليه ولكن احب ان اعلم كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالًا من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق، ونحن على دين واحد. عمار الساباطي سلم لكلام الإمام، لكن أحب أن يعرف العلة. هناك فرق بين حالتين، الحالة الأولى أن تسلم للدين ولكن تحب ان تعلم السبب حتى اذا ما علمت بالسبب انت مسلم هذه حاله وهي حاله المؤمنين الحاله الثانيه البعض لا يسلم حتى يقتنع بالعله يعني تقول له إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، فيقول إنه لا يصلي حتى يعلم بعلة وجوب الصلاة ويقتنع بها، فإذا لم يعلم بالعلة لا يؤدي الواجب، أو إذا علم بالعلة لكن ما اقتنع بها، لأن عقول الناس تختلف وادراكهم للحقائق ايضا يختلف. هذا النوع الثاني يكشف عن ضعف في الايمان. انت اذا تؤمن بحكمه الله سبحانه وتعالى وتؤمن بالقران وتؤمن بالرسول وتؤمن بالائمه عليهم الصلاه والسلام لازم تسلم لحكمهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون يعني ايمانهم ليس بكامل حتى يرجعون الى الرسول ويحكّموه فلما يحكم الرسول اذا كان الحكم بضررهم او خلاف مصلحتهم او خلاف رغباتهم وشهواتهم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت هذا في القلب ويسلموا تسليما في العمل ايضا مسلم الآن كثير من الناس يتركون بعض الواجبات أو يرتكبون بعض المحرمات، لماذا؟ يقول أنا لست لست بمقتنع. تذكر للدليل الدليل، يقول أنا آه ما مقتنع به. أحياناً في بعض الواجبات أو بعض المحرمات لم يذكر الدليل. شنو السبب؟ ما مذكور. القرآن أو الروايات بينت الحكم مباشرةً. شنو سبب هذا الحكم؟ مو معلوم، نعم قد نذكر نحن احتمالات مقربة إلى الذهن. زين يعني يقول أنا ما ما اقتنع بهذا الدليل. فلذا يترك هذا إيمانه ضعيف. لذا هنا عمار الساباطي ماذا يقول؟ يقول رغبتني في العمل وحثثتني عليه ولكن أحب أن أعلم كيف صرنا نحن اليوم افضل اعمالا من اصحاب الامام الظاهر منكم في دوله الحق ونحن على دين واحد الناس في زمان قيام دوله اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يصلون يصومون يحجون يعملون الاعمال الواجبه يتركون المحرمات والمؤمنين في زمن عدم قيام دولة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام سواء في زمن الغيبة او في زمن الائمة حيث كانت الدولة للظالمين ايضا يعملون نفس الاعمال يعني حينما يظهر الامام المهدي عدل الله تعالى فرجه الشريف يسير بسيرة جده رسول الله وجده امير المؤمنين علي بن ابي طالب الاحكام الشرعية نفس الاحكام التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه واله، وفي الحديث الشريف حلال محمد حلال الى يوم القيامه، وحرامه حرام الى يوم القيامه. فالمؤمن في زمن الغيبه، في زمن الحضور، في زمن دوله الظالمين، في زمن دوله اهل البيت، يعملون بالشريعه التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه واله. فكيف ثواب المؤمن في اعماله وطاعاته قبل قيام دوله الحق اكثر من ثواب المؤمن بعد قيام دوله الحق الامام عليه السلام يذكر سبعه وجوه فقال الوجه الاول انكم سبقتموهم الى الدخول في دين الله عز وجل والى الصلاه والصوم والحج والى كل خير وفقه. السبق فيه افضلية، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نفس السبق ولو هو أمر غير اختياري. يعني وجود الإنسان في الزمن السابق، نعم إيمانه باختياره، أما وجوده في الزمن السابق ليس باختياره، يعني إحنا ولدنا في هذا الزمان، هذا كان باختيارنا؟ لا، الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لنا، السابقون أيضاً الله سبحانه وتعالى قدر لهم أن يكونوا في الزمان السابق، السابق بالإيمان بنفسه فضيلةٌ. الإيمان اختياري، لكن السبق في الزمان ليس باختيار الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة لذلك، لماذا؟ لأن السابقين هم من أسباب إيمان اللاحقين. يعني الذين جاهدوا مع الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء بجهودهم وجهادهم قام الدين فالذين جاءوا من بعدهم ولدوا في بيئة إسلامية ولد مسلما في بيئة إسلامية فالتباع للدين كان أمر طبيعي السبق فيه فضيلة هذا من جهة من جهة أخرى في زمن قبل ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه دولة الظالمين قائمة. السابقون لهم دخل في إيمان اللاحقين، لأن دولة الظالمين تنهى الناس عن اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالآباء والأمهات المؤمنين، المؤمنون هم سبب لايمان الابناء والاحفاد والبنات سبب لايمانهم ومن كان سببا لشيء هذا يشارك في ثواب ذلك الشيء. الحديث الشريف من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. انت الان اجيت وهديت انسان صرت سبب لإيمانه هو حينما يعمل بالصالحات الله سبحانه وتعالى يوفيه ثوابه كلما أعطاه ثواب لك كم يعطي ثواب لماذا؟ لأنك صرت السبب في إيمانه وفي عمله الصالح وهذا ما ينقص من ثواب شيء يعني الله يوفي ثوابه ويتفضل عليه لكن لأنك كنت السبب يعطيك ثواب آخر إضافةً في زمن دولة الظالمين كل مؤمن سبب إيمانه لأن آباءه أو الناس اللي قبله هدوا إلى الإيمان أما في زمن الحضور الجو الإيماني عام للجميع الإمام حاضر والسلطة بيده فكل واحد يولد سبب إسلامه هو وجود الحكم الإسلامي الحقيقي ووجود الإمام الذي بيده السلطة السابقون ليس لهم دخل في ايمانه فلذلك في زمن دوله الظالمين كل سابق سبب لاسلام اللاحق فلذا ثوابه يكون مضاعف اما في زمن دوله الحق كل انسان ايمان لوجود دوله الحق مو بسبب السابقين فهذا الامر الاول بسب اللي يكون سبب لافضلية عمل المؤمن قبل قيام دولة الحق بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا أولا وثانيا وإلى عبادة الله عز وجل سرا من عدوكم يعني أنتم تضطرون إلى التقية اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. هذه الايه فسرت بالتقية. ليش؟ لان التقية امر بها الله سبحانه وتعالى في دولة الظالمين. فالانسان اذا يعمل بالواجب يثاب، يصلي تقية، صلاته فيها ثواب. وتقيته فيها ثواب آخر لكن الذي في زمن دولة الحق هذا لا يتقي أحدا لذلك إلى ثواب العمل وليس له ثواب التقية لأنه سالب بانتفاء الموضوع وإلى عبادة الله عز ذكره سرا من عدوكم إن تقية هذا ثانيا وثالثا مع إمامكم المستتر مطيعين له صابرين معه. إطاعة الإمام المستتر والصبر معه أصعب من إطاعة الإمام الظاهر الذي السلطة بيده. يعني الآن أنت شوف إذا واحد هو حاكم مسيطر يأمر بشيء الناس إذا يطيعونه ماكو مشكلة. لأن الحاكم الذي بيده السلطة صدر قرار إذا أطعت ذلك القرار ماكو مشكلة بل فيه امتياز أما إذا واحد من المعارضة المعارضة المطاردة من دولة ديكتاتورية زين إذا رئيس المعارضة أمر بشيء إطاعته فيه مشكلة وخاصة إذا كان مستترا فصعوبه العمل اوجبت ثوابا مضاعفا لان العمل الذي يقوم به الانسان اذا كان سهلا فيه ثواب اذا كان صعبا فيه ثواب اكثر فهذا ثالثا مع امامكم المستتر مطيعين له صابرين معه ورابعا منتظرين لدوله الحق الانتظار فيه ثواب لانه مامور به في القرآن إذا تراجع آيات كثيرة تدل على انتظار أمر الله سبحانه وتعالى. مثلا هذه الآية: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أمر الله بإهلاك الظالمين، أمر الله بنصر أنبيائه وأوصياء الأنبياء. أمر الله الذي وعد به. هذه في آيات متعددة بصيغة الأمر فانتظروا والرسول يقول إني معكم من المنتظرين وبعض الأنبياء أيضا يقولون إني معكم من المنتظرين هذا انتظار أمر الله فيه ثواب هذا اللي يعيش في زمن الظهور بعد ما منتظر للشيء بعد خلص الظهور حصل فبعد ثواب الانتظار لا يحصل له اما انتم الذين في قبل زمن الظهور يعني قبل زمن قيام دوله اهل البيت عليهم الصلاه والسلام سواء في زمن الائمه الذي في ذلك الزمن كانت الدوله للظالمين او في زمن الغيبه والدوله ايضا للظالمين اذا انت في هذا الزمان وانت تنتظر انت تمتثل امرا من اوامر الله سبحانه وتعالى وفي ذلك ثواب مضاعف، منتظرين لدولة الحق، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك الظلمة، أنت في خوف، حتى لو أنت في تقية، هؤلاء الذين هم في تقية أيضاً في خوف، يعني الخوف بالتقية لا يزول، أنت تحفظ نفسك لكنك خائف، هم تخاف على نفسك من الحكام الظلمه وهم تخاف على امامك من الحكام الظلمه. طبعا كما ذكرنا في ما مضى هذا بالنسبه الى زمن وجود الائمه ظاهرين قبل دولتهم وايضا في زمن الغيبه الصغرى لان الله سبحانه وتعالى اراد حفظ الامام المهدي في زمن الغيبه الصغرى بالطرق الطبيعيه فلذا كان المؤمنون يخافون عليه. اما في زمن الغيبة الكبرى اللي هذا الزمن اللي احنا نعيش فيه فماكو خوف على الامام، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى حفظه بالطرق الغيبيه مثل ما حفظ عيسى عليه السلام، الان ماكو خوف على عيسى من الظالمين، لان الله حفظه بطريقه غيبيه اعجازيه، كذلك الامام المهدي في زمن الغيبة الكبرى. خائفين على امامكم وانفسكم من الملوك الظلمه. زين أنت تعبد وأنت خائف هذا ثواب أكثر مما أنت تعبد وأنت مطمئن سادسا تنتظرون إلى حق إمامكم وحقوقكم في أيدي الظلمة قد منعوكم ذلك هنا تنتظرون يعني تنظرون لأن تنتظر وتنظر أحدهما يستعمل بمعنى الآخر <applause> من الأشياء أنه أنتم تسلبون حقوقكم وترون إلى حقوق إمامكم أيضا مسلوبة لأن السلطة إلى التصرف في المال إلى الحكم إلى الظالمون قد غصبوا ذلك واستولوا على السلطة هذا أيضا فيه ثواب أن الإنسان يتألم نفسيا لضياع حق الإمام وحق نفسه أيضا، وحق المؤمنين، هذا الشيء موجود في زمن الحكام الظلمة، أما في زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حقه الله سبحانه وتعالى أرجعه إليه، وحقوق المؤمنين كلها أيضا غير مسلوبة. وسابعا واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف مع عدوكم. يستأثرون بالسلطة والمال، والنتيجة أنه أنت تريد تحصل حقك المشروع في المال ما تقدر. الآن في الدول الدكتاتورية تشوف عامة الناس لا يتمكنون من أن يصلوا إلى حقوقهم المالية لماذا؟ لأن الدكتاتور وأعوانه مسيطرون على الموارد الاقتصادية تجارة بيدهم صناعة بيدهم الزراعة بيدهم ولا يصل إلى الناس إلا الفتات واضح الآن تشوف الدول الدكتاتورية والدول اللي شوية مثلا فيها حرية <applause> اكو فرق في عيش الناس، السبب شنو هو؟ في الدول الدكتاتوريه الدكتور الدكتاتور واعوانه مسيطرون على الموارد الاقتصاديه، ويمنعون الناس الا من القليل، زين أن انت السلطه الغاشمه تعلم بانك من اتباع اهل البيت او لا من عامه الناس مستاثرين بالمال ما يوصل لك المال الا القليل والا بشق الانفس، ومع ذلك اللي انت مواردك الاقتصاديه ضعيفه ومع ذلك انت محافظ على دينك. اما في زمن ظهور الامام المهدي بعد ماكو استئثار بالمال. القانون الاسلامي جاري والناس في رفاه وباعمالهم يصلون الى حقوقهم كاملةً حقوقهم الاقتصادية كاملة غير منقوصة فلذلك أنتم عبادتكم أفضل واضطروكم إلى حرث الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم يعني صعبوا عليكم طلب المعاش وأنت بصعوبة حصل المعاش ومحافظ على دينك فبذلك هذه الأسباب السبعة ضاعف الله عز وجل لكم الأعمال فهنيئا لكم زين هنا عمار الصاباطي شاف أنه ثواب العمل قبل ظهور الإمام المهدي ظهور الإمام المهدي أكثر من ثواب العمل بعد ظهوره قال زين إذا هالشكل فإحنا فع... بعد لن ننتظر الفرج خل الحكم يكون بيد الظالمين حتى ثوابنا يكون مضاعف الإمام يبين لنا أن هذه طريقة التفكير خاطئة انت لازم تتمنى قيام الحق وان تتمنى عدم قيام الحق قلت جعلت فداك فماذا فما ترى اذا ان نكون من اصحاب القائم يعني إه هذه ما نافيه يعني اذا فانت نتيجه كلامك انه لا يظهر الامام لا تكون الدوله بيده بيدكم اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فما ترى يعني لا ترى إذا أن نكون من أصحاب القائم ويظهر الحق يعني لا يظهر الحق ونحن اليوم في إمامتك وطاعتك أفضل أعمالا من أصحاب دولة الحق والعادل إذا الثواب أكثر فقال يستمر هذا الظلم الجواب لا أنت لازم تتمنى دولة الحق مو لأنه ثوابك يكون أكثر تتمنى بقاء الظالمين فقال سبحان الله هذا للتعجب أو للتنزيه أما تحبون خاص الكلام الإمام أنه تمني ظهور الحق وانتظاره هذا فيه ثواب لماذا لأنه لو قامت دولة الحق سيتفق الجميع على الحق الدنيا تمتلئ قسطا وعدلا الظلم يرتفع فقال سبحان الله أما تحبون أن يظهر الله تبارك وتعالى الحق والعدل في البلاد ويجمع الله الكلمه ويؤلف الله بين قلوب مختلفه ولا يعصون الله عز وجل في ارضه وتقام حدوده في خلقه ويرد الله الحق الى اهله فيظهر حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافه احد من الخلق. الان اذا قالوا لك واحد معوق مشلول مصاب في جسده مسجون مظلوم مصادر أمواله هذا ثوابه كثير تحب تكون هالشكل انت اذا واحد قال لك واحد مصاب في جسده وصابر الله يعطيه ثواب الصابر مصادر أمواله صابر الله يعطيه ثواب الصابر مسجون الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب المظلوم. تحب تكون هالشكل حتى تحصل ثواب؟ يقول انا اتمنى اكون معوق مشلول اموالي تصادر واسجن حتى ثوابي يكون اكثر. لا صحيح الله سبحانه وتعالى يعطي للمظلومين ثواب اكثر، يعطي للمصابين ثواب اكثر، يعطي للذين <applause> ابتلوا في بالحكام الظلمة ثواب أكثر بس هذا مو معنى أن تتمنى أن تكون أنت من المظلومين المسلوب حقوقهم المصابين في أجسادهم لا أنت تتمنى العافية في دينك في جسدك في مالك ولكن مع هذه العافية تحاول أن تضاعف عملك يعني أنت في زمن قبل الظهور مثلاً تصوم شهر رمضان فقط زين يعني في زمن الظهور ضاعف عملك، صوم شهر رمضان تصومه في بقية السنة أيضاً تصوم أيام مختلفة، تعمل بالمستحبات أكثر، تضاعف عملك، تصلي الواجبات في زمن الغيبة لكن ما تصلي النوافل في زمن الحضور، تصلي الواجبات وتصلي النوافل وتصلي أكثر أيضاً. تضاعف عملك حتى يتضاعف ثوابك يعني أكو طريقة لتضاعف الثواب هذا مو معنى أن أنت تتمنى بقاء الظالمين حتى تحصل ثواب أكثر تتمنى أن تكون مظلوما لتحصل ثواب أكثر لا الله سبحانه وتعالى لا يريد منك ذلك يعني إذا الله يعوض المظلوم المضطهد المبتلى تعويض بالثواب أكثر هذا مو معنى أن أنت تتمنى أن تكون من ذلك يعني أفرض مثلا إذا واحد قتلوا ابنه يعطوه دية فلوس يطولة زين هسه واحد يتمنى أن يقتلون ابنه حتى يحصل فلوس هذه الطريقة ليست عقلائية تريد تحصل فلوس روح اشتغل أكثر مثلا ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لعمار الساباطي والله يا عمار أما والله يا عمار لا يموت منكم ميت على الحال التي انتم عليها يعني انت مضطهد وفي الوقت نفسه محافظ على دينك لانه كثير من الاحيان المضطهدون يتركون دينهم يشوف السلطه والمال والدنيا في جهه اخرى زين هو معك مقتنع بالحق لكن يشوف ما بدنيا. يترك الحق ويذهب إلى الدنيا. هذا صحيح حصل دنيا أيام قليلة، لكن عذابه الأخروي كثير لأنه ترك الحق وهو يعلم به. فإذا الإنسان في دولة الظالمين وهو مضطهد تمسك بدينه، حافظ على دينه، وهو مع ذلك منتظر لأمر الحق لا يموت منكم ميت على الحال التي أنتم على هي يعني يستمر على إيمانه إلى حين موته مثل الآية تقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون المهم أنه حين وفاته شنو يكون يمكن واحد طول عمره كافر لكن في آخر حياته آمن هذا من أهل الجنة واحد طول حياته مسلم لكن في أخير حياته ارتد هذا من اهل النار، المهم انه كيف يموت الانسان؟ يموت مؤمنا او يموت كافرا، ولان الانسان لا يعلم متى يموت، لذا لازم دائما عمله يكون صحيح. "لا تموتن الا وانتم مسلمون" يعني دائما انت تكون مسلم حتى اذا جاءك الموت جاءك وانت باسلام. اسلام باللفظ، واسلام بالعمل، واسلام بالقلب. لا يموت منكم ميت على الحال التي انتم عليها الا كان افضل عند الله من كثير من شهداء بدر واحد. شهداء بدر واحد لهم فضل كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. اطاعوا رسول الله وقتلوا في تلك المعركة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أجرهم كبير جدا لكن المؤمن في الظروف الصعبة هسه شهداء بدر وأحد السلطة في المدينة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله هو الحاكم وأمر بالخروج إلى القتال لكن الذي في زمن دولة الظالمين ومو يوم يومين طول عمره وهو متمسك بدينه ويتمكن يترك الدين يذهب إلى الظالمين ويصير من أعوانهم وأنصارهم ويحصل له في الدنيا فانية لكن يتمسك بدينه فهذا عمله أصعب من عمل أولئك إلا كان أفضل عند الله من كثيرا مو من كلهم من كثيرا من شهداء بدر وأحد فأبشروا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان والطاعة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.